السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف. هذا جهاز ثاني موجود ومركب على أحد أجهزة سامسونج. أشوف الفكرة حقته جدا حسنة. لما نتكلم الحين عندكم عن الجوال، الجوال تستخدمه بشكل جدا عادي، ولكن بعض الناس ما يقدروا بالأصابع عندهم، يقدر يكون عندهم الحساسية جدا عالية في الأصابع، فيتعب من موضوع التوتش والشيل والحط على نفس الأجهزة. عندكم هذا الحين الماوس المخصصة، بكل بساطة التحريك على الماوس يعطيكم إمكانيات أكثر للأكسسبيليتي. فالحين أبغى أروح للشاشة بالشكل هذا، أعرف إني وديت الشاشة بالشكل ذا، أروح كمان مرة ثانية على اليسار، هذه الشاشة بتروح مرة ثانية على اليسار، أرجع أسويها مرة ثانية الشاشة بتروح عندي على اليسار. الأوامر تصير بكل بساطة تضبط بالشكل هذا. اختيار والانتقال بين الملفات يكون برضو جدا سهل. طبعا احنا قاعدين الموضوع بالنسبة لي سهل بسيط قاعد يتحرك، ولكن مش كل الناس حيقدروا يسووه بالشكل هذا لما يكون عندهم احتياجات خاصة. هذه بعض الأمثلة حطينا هنا على أساس ناس متكلمين وكل شيء. فأنت تخيل أنك تيجي تقعد تكتب مسج، بالنسبة لنا قاعدين نسويها بأمر جدا بسيط، ولكن في ناس بتحتاج هذا الجهاز بحيث، أو بالنصح نقدر نقول الماوس هذا مشبوك بالشكل هذا على الجوال، تحتاجه بشكل جدا كبير. هذا أحد الحلول اللي موجودة أصلا، يعني ما هو بالشيء الجديد اللي موجود هنا، ولكن قاعدين هنا يعرضون الأكسسبيليتي والنمط اللي مشغل على الجوال بحيث أنه يسهل لك موضوع الأزرار. فهنا التابينج هذا بالشكل ذا، فيصير موضوع عندك التاب. شوف أنا الحين قاعد أسوي تابينج بنفس الزر، من يوم ما ضغط الزر يصير كأني سويت تاب عليه، أو أحط إنه لونج تاب أو سكرول. أنا خليني على أمر سكرول اللي هو كان أول واحد موجود، فالحين بروح يمين يسار، الحين يحدد نقطة النص، بعدين أروح يمين يسار، أنا حروح بالشكل هذا في نفس الماوس. الموضوع هو تسهيل إمكانيات الوصول والتعامل مع الجوالات مهما كانت الحالة الخاصة حقتك. ما أنت عارف تستخدم الجوال، أو عندك واحد كبير في العمر وقاعد يحاول أو يعاني في استخدام الجوال، تعرف إنه الموضوع أسهل بكثير مع استخدام التقنيات، أو نقدر نقول التعاملات اللي قاعدة تسهل علينا إمكانية التقنيات. وكم فصل السيف، هذه بعض أتوقع أن على قولة شقيري هذا إحسان في قطاع الجوالات اللي موجود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.